نحن الآن فوق جسر الشيطان في منطقة داكن. راح أصور لكم الطبيعة هنا. هذه الكهوف الموجودة شوفوها. هنا مجموعة من الكهوف اللي عاشوا بها القدماء منذ آلاف السنين. هذا الوادي، هذا الكهف شوفوا، وهذا النهر. شوفون الشباب وين نازلين. احنا راح نحاول ننزل بالاسفل، واذا قدرنا ننزل نسبح بعد يكون افضل. وصلنا جسر الشيطان، والان نزلنا في وادي بورودان. سنصل الى النهر، نحاول نصل الى ابعد نقطة. حسب معلوماتي حتى توصل الى قعر الوادي اكو في منطقة لازم تتعلق بالحبل وتنزل الى النهر. نحاول اذا قدرنا ننزل راح ننزل ونصور، واذا لا نتعذر. اوكي تابعونا. كلها هنا ينابيع مياه تنبع من هذه الكهوف. وتصب في النهر. هذه أشجار التين. للنزول الى هذا الوادي طبعا حدنا هنا مشينا، الباقي لازم نتعلق من هذا الحبل وننزل. تشوفون بورتر تشكره فاكله الجورا او الجورا انت. اذا هذا هو نهر بورودان. شوفوا مثل ما قلنا حتى تنزل لازم تتعلق من هذا الحبل. طبعا انا ما راح اجازف صراحه انزل. هاي الملكة الأردنية الملكة أوليس. وجسر الشيطان، وهذا الوادي والنهر، وهذه الطبيعة. هذه الكهوف طبعا طبيعية. هسه هذا الكهف اللي نشوفه أمامنا يجري فيه نهر.